اخدت وقت قد ايه في الكتابه؟ يمكن حوالي سنه ونص. سنه ونص تقريبا. سنه ونص. متفرق طبعا، لان هو متفرق على حسب ما الـ كل المسلسلات اللي حضرتك ذكرتها اتفرجت عليها؟ طبعا أكيد. كلها طبعا. اكيد. وفيها حاجات كانت بتبقى انطباعات ساعه المشاهده نفسها. أوكي. لان انا حتى لحد دلوقتي يوميا يمكن انا بتفرج على ادب اسامة انور عكاشة. لان هو مختلف، وانا زي ما اقول لحضرتك انا من عشاقه. طبعا يعني. طبعا طبعا. اتفرجت اكتر من مره على المسلسل ده، لان احنا في مسلسلات لما بتتعاد بنقعد نتفرج عليها لحد دلوقتي. انا بقول لحضرتك يمكن حتى ده لسه، وخاصه لما قررت تكتب اكيد كنت حابب بقى تركز في التفاصيل، فاتفرجت اكتر من مره على المسلسلات، ولا كنت اوريدي متفرج؟ لا, 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 لا ده معظمها يعني طبعا احنا اصل هي دي خلاص بقت تراثي فندم. يعني انا حاليا حتى كان لسه بيتذاع يمكن على النهار المشمش، كان بيتذاع برضه والنوى على فكره بيتعاد، والنوى كان بيتعاد على الاون. انا حافظ الحوار وعارف التسلسل، بس مع ذلك هو من قدره اسامه انور عكاشة بيخليك تقدري تتشدي وتفضلي متابعه الموضوع. ده عنده قدره هايله على القصه دي، سرد رائع، حوار دسم جدا، لغه متقنه، فالكلام ده طبعا كله يعني بيبقى مؤثر جدا وبيخلي الواحد وبيجبره على متابعته يعني.